السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله راكم كامل بخير. عندي 3 شهور وراني داخل في الشهر الرابع، وانا راني نقول لكم ما تشريوش تليفونات، اصبروا السوق راهو طالع. هكا كون الناس باقيه تسقسي كل واحد راني عندي 2 ملايين واش نشري، عندي 3 ملايين واش نشريها، واش عندي واش عندي. ما يهمناش خاوتي، قلت لكم المرات اللي فاتوا انه كي ما تشريوش حاليا وزيدوا تصبروا شوي راح تربحوا من زوج نواحي. الناحيه الاولى هي انه بعد ما تدخل السلعه جديده، يعني بعد شهر تقريبا هكاك ان شاء الله، بعد ما تدخل السلعه دي راح تكون باسعار مليحه. مثلا هاك شريت حاجه تاع 4 ملايين تلقاها تستاهل صح 4 ملايين هذيك، مش كيما دكا تليفون تاع 2 ملايين وحاجه تروح تشريه ب 4 ملايين و500، حاجه ما تدخلش في الراس. الناحيه الثانيه اللي حين تربحوا منها هي انه راح تشريوا تليفونات جدد، يعني انواع جديده، ماشي كيما السلع اللي راهي تدور حاليا. كما خاوتي تروحوا تشوفوا سامسونج اللي قاعدين يدوروا حاليا، عندهم بزاف ملي خرجوا حتى العام اللي فات تقريبا. عندنا ثاني الشاومي اللي راهم يدوروا حاليا في السوق، راهم سلعه قديمه حتى العام اللي فات. وهذه خاوتي غير نصيحه للناس اللي يحبوا يسمعوا لي، يعني مش قال نحتم عليكم في حاجه نقول لكم ديروها بالسيف. يعني اللي يحب يشري يشري، اللي ما يحبش يشري يحب يسمع لي مرحبا. ثاني انا ماذا بيا خاوتي ما تشريوش. والحاجه اللي تخليني ما نشريوش وننصحكم ما تشريوش هاد التليفونات في الفتره هذه هي خطاكش الهواتف هادو اللي راهم حاليا دوكا باسعار خياليه. هادو خاوتي راهم سلعه قديمه، يعني ماشي قال سلعوها بعد ما جات الكورونا ولا، هادو عندهم من قبل مارس، يعني قبل ما تجي كورونا بعد للجزائر كانت عندهم السلعه هذه نفسها، بعد كان يبيعها بسومه القديمه، كانوا حين يبيعوها بسومه رخيصه. جات الكورونا كالعاده يبروفيتيو طلعوهم في السماء. والمهم خاوتي جيتكم في هذا الفيديو باش نعطيكم اسماء تاع تليفونات تقدروا تشريهم بعد ان شاء الله كي تريق السوق، يعني كيما يفتحوا المطارات والعفايس هذوك. التليفونات ان شاء الله حين يدخلوا يكونوا باسعار مقبوله، ماشي كي يدخلوا بعد، يعني حتى يتشبع السوق مليح ويولوا باسعار مقبوله. راح نعطيكم القائمه تاع التليفونات اللي يستاهلوا انكم تسناوهم من مختلف شركات سامسونج اوبو ولا ريلمي وتاني شاومي، يعني هادو ما تلت ماركات اللي يتباعوا بكثره هنا في الجزائر. المهم خاوتي كالعاده ما تساوناش بجام برك، حاب نشوف اكبر عدد من اللايكات في هذا الفيديو، وما بقاوش نهضروا بزاف خاوتي نبداو في الفيديو تاعنا. المهم خاوتي هاد التليفونات مانيش حنعطيكم تصاورهم ولا، حنعطيكم اسمائهم برك، اشفعوا على الاسماء تاعهم باش بعد ما يتوفروا ان شاء الله حاولوا تخيروا واحد من هاد التليفونات. وراح نذكر لكم كل ماركه وحدها ونقسمهم لزوج فئات. مثلا في السامسونج راح نحكيو على الفئه تاع بين 2 ملايين حتى 3 ملايين، والفئه اللي بين 3 ملايين حتى 5 ملايين، يعني نحكيو على الفئه الاقتصاديه وعلى البدايه تاع الفئه المتوسطه. روحوا طول خاوتي نبداو نحكيو على الهواتف تاع سامسونج اللي في الفئه تاع بين 2 ملايين حتى 3 ملايين. نبداو بالهاتف الاول خاوتي اللي هو الجالاكسي A01. هذا خاوتي التليفون خفافي خلاص، مليح الواحد استعماله خفيف، راح يكون ان شاء الله في جويه تاع 2 ملايين و100 هكاك. التليفونات الاخرين خاوتي اللي هما الجالاكسي A11 والام 11 هادو يشبهوا لبعضهم بزاف بصح فيهم اختلافات. المهم اشفوا مليح على هاد التليفونات خاوتي، ان شاء الله راح يكونوا بين 2 ملايين حتى 3 ملايين. نروحوا خاوتي للفئه اللي بين 3 ملايين حتى 5 ملايين. الهاتف الاول اللي هو الجالاكسي A21S، هذا تليفون جديد خلاص. الهاتف الثاني اللي هو الجالاكسي M21، عنده بزاف من اللي خرج بصح مهما يكون راهو جديد على السلعه اللي راهي تدور حاليا عندنا. الهاتف الثالث اللي هو الجالاكسي A31، هذا راح يكون ان شاء الله جويه 3 ملايين و900 حتى 4 ملايين. عندنا ثاني الجالاكسي A41 وعندنا الجالاكسي M31. نروحو ثاني خاوتي نحكيو على ماركه خلاف اللي هي اوبو ولا بالضبط ريلمي. المهم الناس اللي ما تعرفش ريلمي هذه شركه تاع اوبو، بعد تسمى كي نقول لك ريلمي كيما نقول لك اوبو. الهاتف الاول خاوتي اللي هو الريلمي C3، هذا التليفون قوه بزاف خاوتي في الفئه اللي بين 2 ملايين حتى 3 ملايين. هذا اذا توفى ان شاء الله راح يقلل جماعه الفري فاير والبابجي، حاجه مليحه بزاف خاوتي. ونروحوا للفئه خاوتي اللي فوق 3 ملايين، يعني بين 3 ملايين حتى 5 ملايين. ونبداو بالهاتف الاول خاوتي في هذه الفئه اللي هو ريلمي 6i، هذا ثاني تليفون مليح، وكاين زوج تليفونات خلاف خاوتي حين يديروا طجه كبيره بزاف هنا في الجزائر اللي هما ريلمي 6 وريلمي 6 برو. ريلمي 6 هذا راح يكون بين 3 ملايين حتى 4 ملايين، وال 6 برو راح يكون بين 4 ملايين و 5 ملايين، هذا اذا ما فاتش ال 5 ملايين، راكم تعرفوا التجار كيفاه. نروحوا دكا خاوتي للتليفونات تاع شاومي، نبداو بالفئه اللي بين 2 ملايين حتى 3 ملايين. عندنا الريدمي 9، هذا على بالي راح يدير ضجه كبيره بزاف هنا في الجزائر، واذا قدرت ان شاء الله كي توفر راح ندير له مراجعه باذن الله ان شاء الله خاوتي. نروحوا خاوتي للفئه اللي بين 3 ملايين حتى 5 ملايين. عندنا خاوتي الريدمي نوت 9، هذا النسخه العالميه، ريدمي نوت 9 اسمها. وعندنا خاوتي الريدمي نوت 9S، هذا في النسخه العالميه. وكاين خاوتي واحد اخر في النسخه العالميه بعد اسمه ريدمي نوت 9 برو. وكاين خاوتي تليفونات بزاف من شركات خلاف كيما هواوي ولا اوبو ولا اي شركه خلاف. انا حكيت لكم على اكثر الماركات المطلوبه هنا في الجزائر، وهادو خاوتي يستحقوا انكم تشريهم وتصبروا ومن بعد تخيروا واحد منهم كي توفروا ان شاء الله. المهم خاوتي الفيديو هذا خفيف ظريف، ما نطولش عليكم بزاف، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله خاوتي، والسلام عليكم ورحمه الله.